الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبة الفضلاء، ما زلنا في باب المقطوع والموصول، وكان اللقاء السابق حول التمهيد للدخول في هذا الباب، وقلنا أن كلام الشيخ واعرف لمقطوع وموصول وتاء يعني والتاء يعني في مصحف الإمام اللي هو مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه فيما قد أتى. قال الشيخ الأزهري رحمة الله عليه: اعلم أنه لا بد للقارئ من معرفة المقطوع والموصول ومعرفة تاء التأنيث ليقف على المقطوع في محل قطعه وعلى الموصول عند انقضائه وعلى تاء التأنيث عند رسمها بالتاء كما في مصحف الإمام، وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي اتخذه لنفسه يقرأ فيه، وليس هو بخطه كما توهمه بعضهم، يعني مش اللي كاتب الايه المصحف ده سيدنا عثمان، لا، أمر سيدنا عثمان بكتابة هذا المصحف. إيه الفائدة؟ إيه الفائدة وإيه المستفاد من الإيه؟ المقطوع والموصول. خلي بالكوا، قضية المقطوع والموصول ما هواش مواضع وقف معتبر في القرآن الكريم، ولكن ده يدخل في باب، إحنا فاكرين وإحنا بنتكلم فيما سبق أنواع الوقوف كام؟ ثلاثة: اضطراري واختباري واختياري، اللي هو الأنواع اللي احنا الأقسام الثلاثة اللي خدناها دي اللي هي أقسام الوقف الاختياري. إنما خدوا بالكم، احنا الأبواب الرئيسية وقف اضطراري، أنا اضطريت لحصل أي عذر، بكح، ما باخد نفسي، أدي الاضطرار. طيب، واختباري هو اللي معانا ده، باب المقطوع والموصول هو اللي يدخل يكشف لك حقيقة قسم الوقف الايه الاختباري. يعني جالك الشيخ وقال لك ايه، قف على هذه الكلمة، تعرف كيف تقف عليها. ايه اللي احنا عايزينه من طالب الباب ده اللي هو باب معرفة الايه المقطوع والموصول؟ كلمات وردت لكي لا، مثلا لكي لا، هل هي رسمت حتة واحدة ولا رسمت حتتين؟ انتم متابعين معي؟ تعالوا بقى نعيش مع هذا الباب. اول ما قال الشيخ، قال: فاقطع بعشر كلمات ألا، بس ألا، أن لا، اللي هي ايه؟ مفتوحة الايه؟ لا النافية التي وقعت قبلها همزة مفتوحة. قال لك في عشر كلمات موجودة في القرآن الكريم رسمت أن لا، يعني ممكن أقف على إيه؟ أن وأبدأ بلا. أنا بقول لكم هي ما هياش مواضع وقف، ولكن لابد من معرفة الإيه؟ من معرفة الرسم. عشر كلمات، عشر كلمات رسمت فيها ألا، رسمت أن بالنون يعني لم تضغم، والباقي كله إيه؟ ألا، والباقي كله إيه؟ ألا. إيه العشر كلمات؟ قال: مع ملجأ ولا إله إلا، هنعد، ملجأ واحد ولا إله إلا اثنين، فين ملجأ؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ايه؟ اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ. رسمت ان لا، ان لا، وحنيجي في الاخر نعرف الفائدة من ايه. طب انا هتعلمها ليه؟ طب انا كده كده بنطقها ايه؟
المفصولة والموصولة الاثنين نطق واحد، ما يتفترقش. ده اللي رسمت أن لا واللي رسمت أن لا الاثنين في النطق في اللفظ زي بعض. لا، هنعرف الفائدة الآن. يبقى أول موضع ما معنى ان هو، معنى ان هو جاب لي عدد المقطوع يبقى الموصول اكتر، يبقى الموصول اكتر. لان احنا عادة العلماء دول علماء اسياد اذكياء، فاين يجيبوا لك الحاجة اللي هي ايه، الحاجة القليلة احفظها والباقي كله ما غمض عينك عنه، الباقي كله بقى عكس. يبقى عندي اول موضع ايه، اللا ملجأ، والتاني قال ايه، ولا اله الا، لا اله الا اللي هي ايه، فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان لا اله الا هو، فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما ايه، وبعد منها ايه، وقال لا اله الا. طب إيه، انا عندي هنا الموضع ده لم يقيده. طب انا عندي موضع تاني في القرآن الكريم، في موضع تاني في سورة الايه، الانبياء، وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله. خلاص، طيب احنا عندنا هو الآن لم يقيد، لم يقيد الموضع، لم يقيد الموضع عشان يقول لي ده ولا اللي في سورة يونس. قال لك اللي خد على المشهور، اشتهر عند العلماء. اصل احنا اللي بندرسه ده، خلي بالكم اللي احنا بنتكلم فيه ده داخل في باب دراسة رسم القرآن الكريم، ده تلاقوه ايه موجود في كتاب المقنع، الكتب الرسم، رسم القرآن. احنا الان بنتكلم في رسم الايه، في رسم القرآن الكريم. قالوا اني هذا، تعرف فاكرين ابن الجزري واحنا بنتكلم في الـ في الـ في الدرة، وان كلمة اطلقت فالشهرة اعتمد. هو اعتمد على الايه، الامام ابن الجزري اعتمد على الشهرة، ان الموضع ده، الموضع ده هو الذي اتفق الأئمة على قطعه. أما موضع سورة الأنبياء فاختلفوا في قطعه، على الرغم من أن أنتوا لو فتحتوا الآن المصحف هتلاقوه مقطوع، هتلاقوه مقطوع، لأن الراجح فيه الإيه، الراجح والمشتهر فيه القطع. يبقى خدوا بالكم، أول موضع مما رسم أن مع لا، أن مع لا ألا ملجأ، أدي واحد، ألا إله إلا. طب ملجأ اللي هو أشار إليها إيه، مع ملجأ. طب ألا إله اللي أشار إليها إيه، ولا إله إلا. ثم قال رحمة الله عليه، وتعبدوا ياسين ثاني هدى لا يشركن تشرك يدخلن تعلو على. احنا خدنا كام هناك من العشرة؟ اثنين، أن لا ملجأ وأن لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا إيه، هو، وأن لا إله إلا هو. قال وتعبدوا ياسين، تعبدوا اللي هو موضع إيه، ياسين اللي إيه، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا. أهدي رسمت، رسمت بالإيه، رسمت بالقطع. قال ثاني هودا لا، دي خلي بالكم تتبع الكلام اللي جاي، وتعبدوا ياسين ثاني هودا، يبقى معناها تعبدوا اللي موجود في ياسين وتعبدوا الموضع الثاني من سورة هود. ايه الموضع الثاني من سورة هود؟ اللي هو ألا تعبدوا إلا الله
إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. طب هو قال إيه؟ ثاني هود. يبقى معنى لما يقول ثاني أو أول يبقى بيحترز من حاجة، احترز من الموضع الأول. أول الصورة هات آية رقم 2 في قول المولى تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت، كتاب إيه؟ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا. أهو ألا تعبدوا الأولاني رسمت موصولة، ألا حتة واحدة، وألا اللي هي في قصة أول قصة سيدنا نوح اللي هي إيه؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير رسمت أن لا. سبحان الله. طب ده أنا عندي ده في صورة واحدة، الموضع الأول ما حاجة من الاثنين، يا خليهم الاثنين ألا مضغمة يا خليهم الاثنين إيه؟ مقطوعتين. خلاص المسألة توقيفية، المسألة توقيفية لا دخل لأحد فيها. هكذا رسمها الصحابة بأيديهم، رسمت الأولى ألا ورسمت الثانية أن لا. يبقى عندي إيه؟ تعبدوا، تعبدوا موضعين، موضع في ياسين وثاني موضع من إيه؟ من هود. كده بقى رقم كام؟ 4. رقم 3 اللي هو إيه؟ ألا تعبدوا أشار إليه وتعبدوا ياسين. رقم 4 ثاني هود. لا دي خلي بالكوا في البيت اللي قدامكوا لا تبع للكلام اللي جاي اللي هي ايه؟ لا يشركنا، لا يشركنا اللي هي ايه؟ لا يشركنا. نعم في سورة الممتحنة، الممتحنة ولا الممتحنة؟ ماشي. اللي هي ايه؟ ألا يشركنا بالله شيئا، اللي هي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا، على ألا يشركنا. أهو هي دي لا يشركنا، يعني هذه الكلمة رسمت في القرآن الكريم، رسمت ايه؟ مقطوعة. يعني ايه مقطوعة؟ ان لا. لما يجي الشيخ بيقراك تحفظ شكلها، قال لك قفل على، او يسألك موصولة ولا مقطوعة، هتقول له موصولة يقول لك لا مقطوعة، هتقول له مقطوعة يقول لك قف عليها، او هتقول له موصولة يقول لك قف عليها، بقت ألا. الموصولة ألا اللي هي في اول الايه؟ اول هود مثلا. طب الثاني من هود حاول ايه؟ ان اقف عليها، ان لا، ان لا. انما لما تتوصل مع بعضها هتبقى شكلها زي ايه؟ شكل واحد. يبقى 5 ان لا يشركنا، مش كده ولا ايه؟ طيب ودية اللي هي ايه؟ لا يشركنا اللي عنده. طيب تشرك، يشركنا تشرك، تشرك اللي هي ايه؟ وإذ بوأنا لإبراهيم، لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، أن لا تشرك. يبقى تشرك إشارة إلى موضع سورة الحج، ألا تشرك رسمت بالإيه؟ رسمت بالقطع. طيب يدخلنا، خلي بالك هو الشيخ بيدوكوا إشارات، يدخلنا ودي هتبقى رقم 7، يدخلنا إيه؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ده إيه ده؟ مصرين. ألا يدخلنها عليكم مسكين، رسمت أن لا، رسمت بالقطع، رسمت بالقطع. طيب ودي الإشارة إليها بإيه؟ تشرك. يدخلنا تعلو،
تعلو على اللي هو رقم كام؟ رقم 8 اللي هي ايه؟ وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وألا تعلوا رسمت أن لا تعلوا اللي هي تعلوا تعلوا على بقى. خدنا كام كده؟ خدنا لا 8 لأن احنا خدوا بالكم انتبهوا معايا فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجا ولا مع ملجا ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هدى لا يشركنا تشرك يدخلنا تعلو على أدي 8 هم أدي 8 ما انتوا لو حفظتوها كده ايه واعرف لي مقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هدى لا يشركنا تشرك يدخلنا تعلو على ألا يقول أدي بعد منها بقى 9 اللي جاي ألا يقول لا أقول أدي آخر 10 ونحن نقطع هنا ألا يقول اللي هو إيه ألا يقول فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب عرض هذا الأدنى ويقولون إيه سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا أدي إيه ألا يقولوا اللي هو موضع سورة الإيه الأعراف لا أقول أدي آخر 10 حقيق على ألا أقول خلي بالكم في قراءة علي يا أولاد حقيق على ألا أقول يبقى إيه ألا أقول بس نجي واقفين هنا كام كده 10 مواضع اللي هو فاقطع بعشر كلمات ألا خلاص طيب إيه الكلام ده إيه الفائدة منه إيه الفائدة من ألا الفائدة أولا هناك من يقرأ بالغنة في اللام والراء خلينا الأول ناخد أمثلة اللي هو غير مقطوع اللي غير مقطوع من أمثلة الغير مقطوع وحسبوا ألا تكون وحسبوا ألا تكون إيه فتنة ألا يجدوا ما ينفقون في سورة التوبة خلاص ألا يعلموا حدود برضو دي في سورة الإيه في سورة التوبة ألا تعبدوا إلا الله اللي هي في أول سورة الإيه سورة هود ألا يرجع إليهم قولا في سورة إيه طه ألا كل ده رسم بالإيه بالوصل ألا تعلوا علي دي مرسومة ايه بالوصل طيب ألا تزر وازرة رسمت بالايه رسمت بالوصل خلاص رسمت بالوصل رسمت موصولة المقطوع تدغم خدوا المعلومة دي المقطوع تدغم النون في اللام لفظا لا خطا يعني الخط موجودة لإيه موجودة النون لما بنقول إيه ألا في المقطوع يبقى أدغمنا النون في اللفظ لا في الخط بنكتبها موجودة ولكن ندغمها في إيه في اللفظ تدغم إيه لفظا لا خطا طيب والتاني بقى وتدغم في الموصول لفظا وخطا ألا يعني ما يجيش واحد يقول ألا يجد ما ينفقون لا هي كده حتة واحدة ألا الفائدة من ذلك من يقرأ بالغنة في اللام والراء من القراء من يقرأ بالغنة في اللام والراء عند الموصول
ما فيش غنة. وعند المفصول المقطوع يبقى فيه ايه؟ فيه غنة. أن لا. إنما التاني ألا بس. عندنا من القراء من يقرأ بالغنة في اللام والراء من ربهم من لدنه من ربهم من لدنه. إنما هنا تعالى أنا بقول الفايدة من الموضوع ده. الأول إحنا عرفنا إن الكلام ده القاعدة المقطوع المقطوع تضغم فيه النون لفظا لا خطا، الموصول لفظا وخطا لفظا وخطا. الفائدة أن عند من يقرأ بالغنة أبقى عارف مواضع المقطوعة عشان هيبقى فيها إيه؟ يبقى فيها غنة عند اللام والإيه والراء. عرفنا إن إحنا عندنا، يبقى الآن أقدر أقول إيه؟ في ما هو مقطوع قولا واحدا اللا وهم المواضع العشرة، وفيه موصول قولا واحدا، وفيه مقطوع بخلاف اللي هو موضع ايه؟ موضع سورة الأنبياء، موضع واحد بس اللي هو ايه؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لا إيه؟ لا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى أن لا إله أن لا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. الموضع ده على الرغم من إن فيه خلاف، إنما لو نظرتم في المصحف اللي بين أيديكم هتلاقوا مقطوعة، هتلاقي مقطوعة. ليه؟ لأن قالوا الأشهر، وده قول أبو داود، الأشهر فيه القطع. يبقى عندي ألا ما قطع قولا واحدا، ما قطع بخلاف ما اتصل قولا واحدا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور، والصلاة على محمد أنارت للقلب نور، نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. قلبي بالذكر يحيا.